يحتفي معهد الشارقة للتراث في هذا اليوم بيوم القهوة العالمي ويوم المسنين العالمي. يوم القهوة العالمي هذا اليوم الذي يحتفي به العالم بمنكهات القهوة وطريقة صنع القهوة لمحبي القهوة. يشارك معنا في هذا اليوم 11 شخص من مختلف الجنسيات ومن مختلف الدول ومن محبي ومن الشباب من محبي القهوة. كذلك بالنسبة لي يوم المسنين العالمي كان التركيز بالاحتفاء بهذا اليوم وذلك للترفيه عن هذه الفئة وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية. فنحن اليوم نحتفي بهم بتقديم مجموعة من الفعاليات الممتعة التي تسعد خواطرهم.